الى رميه جانبيه عند صالح القميزي. يلعب الرميه الجانبيه لياسر الفامي ثم تعود الكره لصالح مع معن خضري. معن يلعب كره اماميه ممتازه في المكان السليم ودغريني بالجول بالجول. جول اول في المباراه، دغريري يسجل الهدف الاول. يحيى والله يحييك، يحيى والله يحييك، يحيى والله يحييك، والف تحيه لك على هذا الهدف الجميل جدا. دغريري في انفراد ولاحظ الكره الممرره من معن خضري، ممتازه جدا لدغريري، حطها يحيى، حطها يحيى على يسار حارس مرمى منتخب غواتيمالا. هدف سعودي اول، هدف سعودي اول، ولن يكون الهدف الوحيد باذن الله. كره ممتازه جدا ودغريري يسجل. النجم القادم ايضا ولاعب نادي حطين المنتخب.